من الأغاني الجديدة الموجودة معنا ضمن سباق فن فنانينا فيك مجنون بغنيها حسن أبو شميس. مرحبا حسن. أهلين، يلا نرحب فيك. أهلا وسهلا فيك، موجود معنا أنت بالسباق وحابين كمان نتعرف على التفاصيل أكثر حول هالأغنية. من كلماتك هالأغنية حسن؟ نعم. ليش قررت أنه تكتب أنت؟ وكلمات الأغنية مرت علي زمان، قصة زمان يعني بحكي لك قبل كم من سنة، وحبيت الإشي هذا، القصة هي أفتح بناحية غناي. ترجمت الأغنية يعني؟ ترجمت الأغنية وشفت أنه هاي رح يطلع لي منها إحساس كبير يعني، والحمد لله هاي كتبتها. في كاتب اسمه ستيف سعد وجه له تحية، أول شيء توجهت له، بعدين يعني توجهت لعنان الملحن تبعي، عن بشتغل عنده وراح أكمل أشتغل عنده. عنان أبو زيدان وجه له تحية. طبعا شو موضوعها الأغنية؟ فيك مجنون، أغنية عشق غرام، هي عشق. تحب أنت هذا اللون الأغاني هاي؟ هاي النوعية من الأغاني؟ بحب هذا اللون. نعم. انت صغير بالعمر، مش كتير كبير، قديش عمرك؟ 18 سنة. كان لك تجارب قبل كمان؟ قدمت حفلات؟ انا كنت وانا صغير، كنت يعني قبل 10 سنين يعني بلشت بموضوع الغنى. يعني انا 10 سنين كنت مسافر عائلات مع اهلي، ايوه، طلعوني على حفلة فجأة هيك، يعني غنيت وقالوا لي صوتك حلو، ويعني مش بيقولوا لي صوتك حلو يعني انه مش بيمدحوا فيه يعني انه سمح الله كذب، يعني قالوا لي صوتك حلو عن جد وكمل ويسوي اشياء يعني انه تصير اكبر اكبر، بكبر صوتك وتوصله للناس. كيف طب نميت هالموهبه؟ رحت درست، صرت تسمع اغاني اكثر؟ لا، انا اول شيء قالت لي امي، انا لما سمعت صوتي امي قالت لي انا بدي اعبرك على تفتيح الصوت، يعني الكورس وقت هذا. رحت 3 سنين عدد غدا مع معلمة شيرين بوجهة لتحية، يعني عدت لحالي يعني كنت أتعلم، وقالت لي أنت خلص يعني صوتك ما شاء الله عليه وتقدر تكمل طريقك. هاي الحمد لله يعني عمالي بتطور والحمد لله. أنا سمعت أنه أنت شاركت أو حاولت تشارك ببرنامج The Voice بس ما قبلوك، صح؟ مش بايبلوني، المشكلة كنت صغير يعني قالوا لي انت صغير وتيجي السنة الجاي، بس ما جيتش لانه اول شيء كنت اغني بالعبراني، انا بلشت بغني عبراني، قالوا لي انه انت صغير وقتها بدك تجرب كمان دور ولا لا؟ انا هلا ببلش بالعربي. هلا ببلش بالعربي، يعني مركز بالاغاني بالعربي. بغني عبراني بس اكتر اشي هلا صرت بالعربي. ليش كنت تغني عبراني طيب؟ كنت متأثر من فنانين إسرائيليين؟ كتير كنت متأثر. فيك يعني في كتير غناني يعني بتكون مثلا قصة مرأة معاك، تعرف كيف الغناء إذا أنت مش عايشها مش راح تقول عليها حلوة. ومش راح تغني بالعبراني كمان، خلاص مركز بالعربي؟ لا، راح أغني بالعبراني. يعني إذا طلبوا مني مثلا، في مغني اسمه جيل خيك طلب مني إنه أغني معاه دويت بغنايته ان شاء الله لقدام. يعني هلا عندي كتير اعمال، اول اشي عمل مع رافض مسلح اغنية بعنوان مش كل حاجة الفلوس، انا واخوي اللي هتغنيها هاي. وعندي عمل مع ستيف لسه مش عارف الكلام يعني غناي، وعندي كمان اعمال، عندي كمان غناي كتبتها، هذا لقدام ان شاء الله. حلو. اخوك صوته حلو كمان؟ اخوي صوته حلو. اكبر منك ولا اصغر؟ اصغر مني بسنة. طيب يلا نستنى نسمع هالأصوات الحلوة بالعيلة. بعرف أنه الوالدة بتدعم كتير، مزبوط؟ شفت على الكليبات وعلى الأغاني إنتاج الوالدة. الوالدة والوالد يعني كتير بدعموني. حلو. يعني في ناس كتير يعني بحسدون عليهم، الله يخلي لهم. الله يخلي لك إياهن. حسن، تحب تقول كلمة للمستمعين عم يسمعونا؟ كلمة للمستمعين، بوجه لهم أحلى تحية، بدي دعمكم وبحبكم كلكم. شكرا، نهارك حلو حسن، وخليك معنا، تابعنا بالسباق نشوف لأي مرتبة أغنيتك رح توصل إن شاء الله. إلى اللقاء. باي باي. إلى اللقاء. باي باي. ما فيني يا الله تحمل بعدك حني، أنا من دونك والله أنا موتي قرب مني. ما فيني يا الله تحمل بعدك حني،
أنا من دونك والله موتي يقرب مني. أنت قطعة مني، أنت خلقتي حبي لغيرك ما بكون. حبك وفيك مجنون، حبك أنا ملكت الكون. متمسك شرياني ما في مخلوق